السلام عليكم اخوات، كي داير لاباس عليكم؟ بخير مزيان؟ كي تسمعوني؟ المهم كنبغي نشكر الناس اللي مساكن مسؤول فيا وصيفطوا لي ديناصور ودخلوا عليا. وفينا ابو راشد لاباس عليكم؟ بالنسبة لك شيء وقال شيء تغير ما جتنا ردة وجميع ردة مستاذ وبطلية كنسي وكانت فيه وجتني الطوقة ترى انت ما كنت تشوفه عني ناس ما كان قطعت اما وقال بلا مسكة نجلس او نوقف يعني قاعي ناس وما كنت كهكا وما كنت كهكا الحمد لله الحمد لله على كل حالات وحكي مراضي وصراحة أنا ضغطت على راسي بزاف وستريس وكل حوايج كنقضيهم في حياتي راكم عارفين ملي كتكون باغي شي حاجة مهمة تكون في حياتك كتستريس وكتزير الحمد لله. صافي انا بزاف الناس مساكن كيسولو فيا خالي مسكين تا هو تخلى عليا صغاريا وبنات صحاباتي اللي كنعرف بزاف الناس كنعرفهم مساكن كيسولو فيا مساكن تخلاو عليا وقلت ندير هاد اللايف باش نطمن الناس عليا مساكن لي سولو فيا ولبسو فيا ومسخرو عليا كتعرفو كيما كتعرفو انا الناس ديال السوشيال ميديا اللي مساكن كيسولو فيا راهو مع عائلتي كنفرح كيفرحو معايا كنبكيو معايا كنضحك كيضحكو معايا كنمر مساكن كيتخلعو عليا كيسولو فيا صافي هادشي اللي كاين المهم درت هاد اللايف غير باش نطمن الناس عليا مساكن تخلع عليا هادشي اللي كاين اخوت صافي يلا الخوت السلام عليكم نتلاقاو في صحة الخير ان شاء الله شكرا لكم بزاف خليكم بزاف ويرحم لكم والدي شكرا يلا الخوت السلام عليكم نتلاقاو وانا هي دابا الحمد لله سلامة.